ليلى يلا مكتبش عليك. انا اللي هربني من الطوبيس هو البشار. هنا البشار عندنا خايب مسالة بزاف قباحة الطوبيس شفارة وهادشي اخويا. راه صبرنا وعينا وهربت انا من الطوبيس على ود هاد المشاكل. دابا اخويا انا خدام في الدكار هاني مع راسي ما كاين لا مشاكل لا والو. ترونسبور بيرسونيل احسن لي من الطوبيس 1000 درهم. اللي هربني هو البشار. بشار خايب تهراس يوميا تهراس والمشاكل ديما كوميسيريا صداع شفارة البسالة ما كاينش اللي يحميك. الامن ما كاينش في الطوبيس. شنو اللي بغيت نوصل للمواطنين وشكرا. السلام عليكم. صحتك من السكينه ديال مدينه القنيطره وغنتعاملين على الظاهره ديال التخريب ديال الحافلات اللي متوصلين لهنا. بصراحه يعني هاد الظاهره ديال تخريب الحافلات كاينه بزاف. وكيف ما قلت يعني ملي كنطلع انا بحد ذاتي يعني كبنت ملي كنطلع للحافله وتيطلع شي واحد يعني بواحد الصفه اللي انا كتخلعني نوعا ما ولا مثلا تيدير شي تصرف هنا يعني في الحافله ولا مثلا بعد ما راه كيتهرس الزجاج قدام كتكون مثلا شي مدارزك كما كنقولوا هنا راه ضروري يعني كنتخلعوا بزاف ديال الحوايج. يعني النداء اللي كنقدروا اللي نقدر انا نقول لكم باغي نوجهه للمسؤولين يعني الا كان مثلا شي شرطي يعني حافله اللي حافظ على السلامه ديالنا حنا يعني كمواطنين فيعني غادي يكون من الاحسن لينا. يعني حنا كبنات بعد ما راه كيكونوا هنا طلبه يعني كيكونوا غادي لافاك كتعرضوا بعض المرات بحال هذا الشيء يقدر يكون غريساج بزاف ديال الحوايج. يعني الا كان شي حد يعني يقدر يعاوننا فاحنا كنطالبوا من المسؤولين ديال القنيطره والمسؤولين ديال الحافلات يعاونونا. السلام عليكم. معكم كعيبه فريس. مرحبا فينا سيدي. انتما من الساكنه ديال مدينه القنيطره. نعم. تعاود لنا شنو هي الظاهره ديال هذا التخريب ومن كتوصلوا للنداء هذا؟ نعم سيدي انا قابضه بحافله الكرامه. حنا كنعانيوا واحد المعاناه كثيره بالنسبه للحافلات. يعني احنا مهددين بالنسبه للسائق ولا بالنسبه للمراقب ولا بالنسبه للقابض ولا القابضه. عندنا الشغب بزاف ريسكيور ما نقولك زعما كاينه الحاله كتكون يرثى لها. يعني كيكون مثلا في النومبر عندنا 40 في النومبر و56 ما مقطعينش ولا هضرتي مع شي واحد كيبقى يعايرك بشي معيور ديال الزنقه يعني ما تقدرش تهضر معاه او يبقى يزبلوا في الشيفور سير ما توقفش ولا هادي الطوبيس واخا خاوي تيقولوا له سير ما توقفش. يعني المهم حنا عايشين هاد الحاله هادي زعما لا حول لها ولا قوه. وبالنسبه للامن راه الامن ما كاينش بصفه عامه حيت كانت كيتكرفصوا علينا الناس بزاف. انا ضمن انا قابضه هنا في الكرامه طلعوا عندي المجرمين شفاره بعين الاعتبار يعني كريسه والسيد قدامي وما داروا لي حتى شي حاجه وتهدد الشيفور الكليان بقاو كيهددوا في الشيفور السائق تيقولوا بان انت مع الشفاره هو ما معهم حتى شي حاجه تزق السائق كيتشر مع العيالات ومع الرجال داك المعيول اللي كانوا كيعايروا همايا. خطرة فهمتي الحجره دازت لي على وجهي في الشرج يعني احمد الله صعب وتعجيني في وجهي زعما الدراري ما تيحشموش يعني زعما كله ما تي ما تيحتارمو حتى واحد الصراحه تي عيال مخزن معاهم وهذاك الشيء ولكني والو ما فهمناش هذاك الشيء اللي كيديروا هما. لا فهمت. اه فهمت. ما نعرف واش من الترابيه ولا من ما فهمتش. فهمتيني. دائما واخا تيصلحوا هاد الناس الطوبيسات يوليو يهرسوهم هما. ولكني دابا شي شويه دابا شي شويه. المخزن المخزن بعدا هو الانسان خصهم الا داروا شي حاجه يعطوا معاقبهم باش ما عمرو يدور. هذا هو. السلام عليكم. معكم كعيبة فريس. شنو يمكن تعاودوا وعليكم السلام ديال حفله الكرامه بمدينه القنيطره؟ ما هي في حاله يرثى لها ما كاين حاله بالشفاره بعدا واحد النهار بالنسبه للشفاره راه حاله كبيره. وانا واحد النهار بنفسي انا هاد السيده اللي كنهضر راه واحد النهار جايه من الطبيب المراه مركبه وليد معاق قال لي بدلي من البلاصه رجعي ورايا ومدي يدو قدامي وجبد الصاك مني ما لقى فيه والو قال لها شوفي شكون اللي كيعيط لك. ما يمكنش هاد الشيء راه حاله كبيره هنايا في قنيطره. وهاد الظاهره ديال التخرب ديال الحافلات واش انت متابعه عليها؟ وراه كاينه كنشوفها بعينيا كاين زعما مؤكد. شي احنا عندنا في قنيطره بزاف كارفيس بزاف. السلام عليكم. معكم كعيبة فريس. بغينا نعرفوا الظاهرة ديال الاحراز ديال الطوبيسات اللي كثرت في قنيطرة بعدد كبير ديال الحافلات اللي كيتحركوا يوميا وبغينا نعرفوا الظاهرة من جاي.
معك الشرقة ومحمد المسؤول ديال المراقبين ديال حافلات كرامة القنيطرة. المشكل ديال الظاهرة بأن الظاهرة هذه تا كنا تهنينا منها هي بدات تترجع. مثال مؤخرا وعد 8 ديال الحافلات 9 الحافلات اللي تابسوا لنا وكل حافلة تابسوا منها 2-3 ديال الجاجات. وكاين واحد التخريب من نوع اخر بان راه كاين بعض الاشخاص يكون راكب في الحافله ما مأديش الواجب ديالو ديال الركوب، وعاد زائد تينتف تيوات ديال الريح باش يحبس الحافله تيخرب الحافله من الداخل. وهاد الظاهره هادي ولات عندنا بزاف، وعاد زائد المشكل ديال هاد الناس المخربين هما هادوك المتسللين، فان دابا ولات رجعات هاديك الظاهره ديال المتسللين ولاو بكثره، انهم ولاو تيطلعوا 4-5-6 تيطلعوا كليكه للطوبيس تيتهجموا صافي، تيكونوا كاع المراقبين وتيتهجموا عليهم، ولا المراقب تيطلع للحافله وهادي تيلقى عاوتاني 25-30 مراقب تيلقاها تما وسط الطوبيس. تم هذيك القضيه ديال التجمعات تيتحدث يقول لي فوت المخزن من الليل، انا ما تنخافش من المخزن فوت كوميس. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطو على الجرس باش يوصلكم جديد.